بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. انطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، شوط المحليات الأصايل الثنايا، معركة الستة كيلومترات التي نخوضها في عاصمة الميادين، حيث البداية، حيث الصراع، حيث المقدمة. الساعية تأتي مع المركز الأول، يقدم لنا الساعية في هذه اللحظات بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي، مقدما للساعية على مستوى المركز الأول، يسعى لاختطاف الرمز مثل ما فعل في يوم الأمس عندما قدم لنا شعاره وكان خاطفا للكاس مع الشرود. ولكن من أتى وصيفا قبل قليل يقدم لنا شعاره مع عنيد لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، ولكن من أصر على الرباعية يأتي مع المركز الأول ليقدم لنا الظبي محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يقود المعركة الصعبة ويقدم لنا شعاره مع الظبي. المركز الرابع القادمة النصيبة، النصيبة محتل للمركز الرابع، سعيد بن حمد بن نعيف العامري يقدم لنا النصيبة. المركز الخامس القدوم من هقاوي، هقاوي والمحنك يصل في هذه اللحظات، سعيد بن راشد بن غدير يقدم لنا هقاوي بقيادة المضمر الدينامو الحميدي بن سالم العمري. وين يا ابو سلطان، وين جماهيرك يطالبونك بالانتصارات؟ ولكن من خطف الأضواء في كل مكان يتحرك في هذه اللحظات ويقدم لنا شعار، يقدم لنا جواهر القادمة، أحد الجواهر الثمينة، الجواهر الكبيرة، جوهرة ما لها ثمن يقدمها لنا مانع بن علي بن حماد الشامسي بقيادة المضمر علي بن سعيد الزرعي القادم مع جواهر العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الظبي. الظبي ما زالت مسيطرة بشعارك يا أبو سلطان، بشعارك وجماهيرك ومحبينك، قائدا للمركز الأول محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم لنا الظبي. المركز الثاني عنيدة تأتي مع المركز الثاني لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، مقدم لنا عنيدة من تحمل الرقم 2 ويريد كسر الرقم 2 في هذا اليوم. بو سلطان يقدم لنا عنيدة يعاند هذا المركز ويعاند هذا الرقم. المركز الثالث القادمة جواهر تتحرك من مركز إلى مركز لمانع بن علي بن حماد الشامسي، ما زال الأكثر تصدرا لعدد الرموز بالرموز الأربعة. وعلي بن سعيد ما أروع يقدم لنا جواهر الزرعي مع المركز الثالث. المركز الرابع
القادمة الواصلة الساعية لسعادة حميد بن سعيد النيادي المركز الخامس. القدوم من الثرية بشعار معالي علي بن حماد الشامسي يقدم لنا الثرية ويقدمها هادب بن عصان المنصوري. الشرفة وصلت، الشرفة وشرفتنا، الشرفة وقدمت في هذه اللحظات بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي. ولكن شفاهية القادمة أم هذا شعار بالعود؟ نعم، مع طموح القادمة مع مبارك بن حمد بالعود العامري يقدم لنا طموح، الطموح ما لا حدود ما لا حدود. العودة إلى مقدمة الشوط إلى معركة الأبطال بن مرخان وبن حماد، بن حماد وبن مرخان. يا له من موقف صعب، يا له من موقف حساس، ولكن جواهر مع الكيلو الأخير، مع الكيلو الخطير، مع الكيلو المثير. المحنك يصل بن غدير في هذه اللحظات ويقدم لنا هقاوي، هقاوي يا بن غدير هقاوي. ولكن جواهر ما زالت على الصراع، ما زالت على النزاع. الشقي وصل مع رغد، الله يا سعيد، يا بن جابر، يا بن يابر، يا بن ولا كابر، وبن غدير وبن حماد والنيادي. بن غدير بن غدير بن غدير، كاس الثنايا، كاس الثنايا بين سعيد بن يابر وما بين بن غدير، ما بين المحنك، ما بين الشقي، ما بين الشقي، ما بين المحنك النيادي وبن نهيان وبن مانع. ولكن الشقي، الشقي مع رغد، مع رغد سعيد بن يابر يقدم لنا رغد، وهنالك حمدان بن سعيد بن يابر. الله يا الشقي، الى زعبيل، الى زعبيل، اهل الثنايا واهل الحيل مع الشقي الصغير، والى الشقي الكبير حمدان بن سعيد بن يابر. تهانينا يا مالك رغد، وتهانينا لسعيد بن يابر على هذا الفوز. تهانينا للمضمر عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي على هذا الفوز. المركز الثاني كان الوصول من هقاوي لسعيد بن راشد بن غدير. المركز الثالث الشرفة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. جواهر رابعا لمانع بن علي بن حماد الشامسي. لفحة خامسا لحمد بن نهيان العامري. الله على الشقاوة، الله على الرهاوة يا الشقي. مالكي رغد احد الاسماء الرنانة التي تحمل الحروف الثلاثة، رغد وسعيد بن يابر الشقي. وتهانينا لأبنائه حمدان بن سعيد بن يابر. هنا التوقيت 8:59:06 من الثانية. تهانينا له على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني ما زال صامدا ولا تحطم؟ نعم، يتحطم التوقيت تحت اقدام رغد مؤكدة لحضور الابطال. 9:03 من الثانية. تهانينا للمحنك سعيد بن راشد بن غدير على هذا الفوز مع هقاوي.